دابا ان شاء الله غادي ندخل ندوزو الخبز التاكوس اللي كلشي ايه كيعجبو كيبغيو الناس يدوا في ديالو. بالوجبات السريعه هي اللي عندها اقبال مؤخرا. كنحتاجو نص كيلو ديال الدقيق الابيض دائما يكون النوعيه الجيده، مع جوج معالق كبار ديال الزبده، مع الملح، مع معلقه كبيره ديال الخميره الخاصه بالخبز، ومعلقه كبيره ديال السكر، وواحد ياغورت طبيعي يعني دا ياغورت ياغورت ايه، والحليب الدافئ اللي غادي نجمعوا به العجين. واخا نعاودوا المقادير للمستمعات. 500 غرام ديال الدقيق ما يعادل يعني نص كيلو ديال الدقيق الابيض، جوج معالق كبار ديال الزبده، الملح، معلقه كبيره ديال الخميره الخاصه بالخبز، معلقه كبيره ديال السكر، ياغورت طبيعي او مسوس، والحليب الدافئ اللي كنجمعوا به العجين. كنجمعوا المكونات كلها وكنخدموا العجين مزيان، وحنا كنضيفوا في داك الحليب الدافئ حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي ما كيكونش كيتلصق باليدين نهائيا، يعني عجين مخدوم مزيان ورطب في نفس الوقت. كنخليوه يختمر بطبيعه الحال حتى كيتضاعف الحجم ديالو، كنزولوه، كنخرجوا منه الهواء، نخدموه شويه بيدينا نخرجوا منه الهواء، وكنديروا منه كويرات صغيره. كنخليوهم يرتاحوا تقريبا 10 دقائق. كنرشوا المكان ديال العمل بكميه ديال الدقيق الابيض، وكنبسطوا دوك الكويرات بحجم رقيق رقيق بزاف، رق من داك البطبوط اللي كنديروا او دوك الخامر اللي يعني رقيق كيولي بحال شفاف. صافي مباشره حنا كنبسطوا في داك العجين كنكونوا مسخنين يا اما المقله الثقيله يا اما المقله العاديه اللي ما كتلصقش. اول وحده كنبسطوها مباشره كنبداو نطيبوها، غير كنلوح يعني كتكون المقله سخونه كنلوحوا داك العجينه اللي بسطنا رقيق مزيان لانها كتنتفخ، والخبز ديال الطاكوس راه معروف انه كيكون رقيق ما كيكونش غليظ. كنحطوها كنتسناو عليها تقريبا واحد نص دقيقه وكنقلبوها للجهه الاخرى. السيده راه غادي تشوف بان واخا رقيقه بزاف راه كتنتفخ، ولكن صدقوني راه كيجي غزال وعملي لا بالنسبه للطاكوس ولا بالنسبه للشاورما. واخا ملي عطيتك خبز الطاكوس غنعطيك لاصوص الجيريان اللي كتمشي معاه. وبالنسبه للحشوه راه بالدجاج اولا يعني كيف ما الحشوه راه كتبقى اختياريه، كتبقى الطاكوس باش معروف انهم كيلعبوا في لاصوص وكيديروا معاه بطاطا مقليه. صحيح اي كيديروها لداخل اي كيف ما قلتي. المهم بالنسبه لهذا الخبز ديال الطاكوس الا صايبناه ومع هذا لاصوص الجيريان ديك الساعه على حسب الحشوه اللي كاينه، ستيك ديال اللحم اولا الدجاج ولا نديروا حشوه يا اما الدجاج بوحدو يا اما فعلا الخس كورنيشون. اي